يا صباح الفل، النهارده باذن الله هنبقى مع كابتن عبد الرحمن هيعمل لنا تمارين مميزه جدا. هنبتدي ان احنا نعرف يعني ايه فانكشنال تريننج او تدريب وظيفي. التدريب الوظيفي هو التدريب اللي فيه حركات شبه الحاجات اللي احنا بنعملها في حياتنا، عشان كده ده بيبقى اكتر عمليه من التمرينات التقليديه. هستناكم بعد ما عبد الرحمن يعمل التمارين عشان نتكلم في موضوع مهم جدا. رجعنا بعد التمارين وهنتكلم النهارده عن الموضوع اللي محير الناس وعامل مشاكل اليومين دول، وهو المكملات الغذائيه. الحكايه دي طبعا الفتره اللي فاتت ما يخفاش علينا ان احنا حصل بعض الشواهد او بعض الحاجات اللي طرحت على الساحه اللي عملت مشاكل بسبب المكملات الغذائيه، ولكن احنا عايزين نتكلم على الموضوع بموضوعيه شويه. المكملات الغذائيه احنا لما بنتكلم عنها دي حاجه عامه جدا، زي مثلا ما بنتكلم على الادويه، اقدر اقول ان الادويه دي غلط؟ ولا لما بنتكلم على الادويه نلاقي فيها انواع ونلاقي فيها حاجات ليها سايد افكتس وفي حاجات تتاخد في حالات معينه وفي حاجات لازم تتاخد تحت اشراف طبيب، او طبعا كله تحت اشراف طبيب، فبالتالي احنا بنتكلم عن حاجه كبيره جدا واسعه جدا. الحكايه دي موجوده في العالم، فبالتالي عايز اقول بعض النقط بس اللي هنبتدي ان احنا نشكل على اساسها ثقافتنا مع المكملات الغذائيه. اولا المكملات الغذائيه بتبقى منتجات بتعملها شركات كتير، منها شركات بتبتدي ان هي تعمل تغش في المنتجات دي نفسها، يعني في بعض الشركات اللي هي بتبتدي تكتب بعض المكونات وبعض وتزود بعض المواد اللي ممكن تكون بتدي نتائج احسن لكن ممكن يكون فيها خطوره على صحه الانسان، وده بيبقى دور الاف دي اي او منظمه الصحه العالميه ان هي تبتدي ان هي تراقب الموضوع ده وتعمل عليه اختبارات علشان تطمن ان ده نقدر ان احنا نستخدمه بامان. الحاجه الثانيه ان احنا احيانا بنستخدم المكملات الغذائيه وفقا لثقافتنا احنا، يعني انا ابتدي اقول طب انا لما اخد اكتر هيديني نتائج احسن، فده طبعا من الحاجات الخطر جدا اللي احنا بنعملها وبالتالي بتبتدي ان هي تؤدي لنتائج مش كويسه. الحاجه الثالثه ان احنا برده بنعتمد على ثقافتنا الشخصيه مش بنعتمد على التخصص، يعني مثلا المفروض ان الحكايه دي وده اللي انا بنادي بيه طبعا يعني ايه الاتجاهات المسؤوله او الجهات اللي هي ممكن تتشكل في الاتجاه ده، ان يبقى في جهه منوطه بالحكايه دي، ان يبقى في تخصص مهني منوط بالحكايه دي، ان يبقى في حد يقدر ينصح بالمكمل الغذائي السليم اللي ما يضرش الشخص. ممكن يكون بقى خلفيته صيدله، ممكن يكون خلفيته طب، المهم انه يكون حد متخصص عدى على نوع معين من الدراسه تاهله ان هو يوصف المكمل الغذائي بشكل سليم. لما الحكايه دي تتحسن بالشكل ده نقدر ان احنا نقول ان احنا كده واقفين على الارض، لكن طبعا في الموضوع لسه تايه شويه، لان احنا في ناس بتاخد بثقافتها الشخصيه وناس بتبتدي تنصح وممكن ما يكونش عندها الخلفيه الكافيه.
خلي بالنا من الموضوع جدا، وان شاء الله باذن الله نكون سالمين، ونحاول ان احنا نبعد عن استخدام الحاجات دي قدر ما احنا مش لو احنا مش محتاجينها، ونقدر ان احنا نتمرن بالوسائل الطبيعيه. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده.